كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي. يا كابتن ايوب برحب بيك وفوز كبير، مبروك على الفوز النهارده، فوز كبير ومباراه صعبه امام فريق مصر المقاصه، تقييمك طبعا كاحد اعضاء الجهاز الفني للمباراه. طبعا مبروك للجهاز ومبروك للعيبه، المكسب مهم يعني بتحافظ على الصداره، بتبعد شويه على الفريق الاسماعيلي. الحمد لله يعني ثلاث نقط مهمين من فرقه صعبه عامله تدعيمات، يعني عملت اضافه كبيره لفريق المقاصه. يمكن فوز صعب، ولكن الحمد لله في النهايه انت كسبت وخدت ثلاث نقط، وده الهدف اللي احنا شغالين عشانه. يمكن الشوط الاولاني يعني كان في ميس باس كتير، كان في تسرع في انهاء الهجمه، تاخرنا بهدف نتيجه ضرب الجزاء، ولكن الحمد لله يعني كابتن حسام وجهاز قدرنا نتعامل مع المباراه بالشكل اللي احنا عاوزينه، والحمد لله يعني ربنا كرمنا اجتهدنا فتوفيق حليفنا. وشوط تاني اعتقد استحواذ كامل لينا، وصول للمرمى، تضييع اهداف، احراز اهداف، وهي المباراه بيبقى فيها متغيرات والاداء بيبقى رايح جاي اكيد يعني، ولكن هدفك اللي انت رسمه بتاخده في النهايه، فبقول الحمد لله. انا بشكر لعيبه يعني اصرارهم وتركيزهم، الناس اللي نزلت فرقت اكيد مع الفرقه بتركيزها واصرارها، الحمد لله مع الناس اللي موجودين يعني. الشوط الاول بالتحديد يا كابتن ايوب، خلينا نتكلم بصراحه، يمكن اداء ما كانش جيد قوي، في تباين ما بين اداء النادي الاهلي بالتحديد في النصف الاولاني من الشوط الاول والشوط الثاني مجملا، النادي الاهلي كان مسيطر على مجريات الامور بشكل عام، سبب التباين ده ايه من وجهه نظرك؟ ما احنا بنتكلم بصراحه، وانا قلت لك الاداء الشوط الاولاني كويس. لا طبعا يعني خلي بالك عندنا يعني هنقول في ضغط مباريات، لعيبه تعبانه، تغيرات تكون في الفرقه كتيره، ولكن في النهايه انت برضه بتحافظ على الهيكل الاساسي بتاع الفرقه، كل الحاجات دي ممكن تعمل بعض التراجع شويه في الاداء اثناء المباراه 90 دقيقه، عمرك ما هتحافظ على نفس مستوى الاداء طول ال 90 دقيقه، والجهاز يعني عارف ده ومتقبل ده، عشان كده احنا يعني بيبقى عندنا متغيرات بنتعامل معاها، عندنا في لعيبه عارفين ان هم موجودين على الدكه علشان احنا محتاجينهم في توقيت معين، يعني الناس اللي بتبدا والناس اللي موجوده على الدكه دي سياسه للجهاز، بيبقى في متغيرات يقدر يتعامل معاها، هو عارف ان ممكن يبقى في تراجع، عارف ان ممكن هيبقى عنده اضافات تعمل الفارق شوط تاني، يعني كل المباريات مختلفه، كل مباراه مختلفه عن الاخرى، فانت لازم تبقى يعني بتتعامل مع كل مباراه على حده، وتبقى يعني في سياسه معينه بنتبعها، والحمد لله يعني انا بقول لك احنا اجتهدنا عشان كده ربنا وفقنا الحمد لله، خد ثلاث نقط من فرقه صعبه بتحافظ بيهم على الصداره يعني. اتكلمت عن جزئيه مهمه جدا يا كابتن ايوب، وهو توقيت الدفع باللاعبين، شفنا ده في مثل مهم جدا هو ميدو جابر، يمكن ميدو جابر ما حدش كان متوقع ان ميدو يعود للمشاركه مع النادي الاهلي ويتالق بالشكل الملفت خلال المباراه السابقه، بغض النظر عن مباراه النهارده ادى اداء جيد حتى موعد تبديله، لكن السياسه دي واضح ان هي مهمه جدا عند الجهاز الفني، الدفع باللاعبين في الاوقات المناسبه عشان يتالقوا ويظهروا لجمهور النادي الاهلي بشكل جيد. طبعا يعني احنا عندنا لعيبه كتير ولعيبه جاهزه، وخليني اقول لك يعني في منافسه، يعني منافسه جميله بين اللعيبه، وده يعني بيظهر زي ما انت شايف، الناس بتبقى بعيد وبتقرب، بتشارك، بتظهر بشكل كويس، بتكون مركزه، وده الشغل اللي احنا شغالين عليه كجهاز، ازاي تبقى لعيبه مؤهله انها لما تشارك تعمل اضافه لفرقتها وتكسب فرقتها، والحمد لله يعني احنا بنجني ثمار التركيز ده بتاع اللعيبه والشغل الحمد لله. الدفع باللعيب اكيد يعني دي وجهه نظر الجهاز، في توقيتات معينه بلعيبه بتشارك، عارف انت هتاخد منها ايه، والحمد لله اللعيبه بتنفذ وبتستوعب، وفي النهايه النادي الاهلي هو اللي بيكسب، مش لعيب او اتنين او جهاز، لا النادي الاهلي هو اللي بيكسب. احنا يعني مهم جدا تحقيق الانتصار، مهم جدا تحقيق البطوله السنه دي والحفاظ على البطوله للموسم يعني الثاني والثالث، وربنا سهل نحاول نسعد جماهيرنا بمزيد من البطولات ان شاء الله. رؤيتك للمرحله المهمه المقبله اللي بتتمثل في خمس مباريات تقريبا ورا بعض مهمين قوي، سواء امام فريق طبعا الاسماعيلي، الاتحاد، الرجاء، المقاولين، ماتشين ورا بعض، شايف المرحله المقبله دي ازاي، خصوصا ان اعتقد المرحله المقبله دي هتكون يعني ممكن تقرب النادي الاهلي من البطوله بشكل اكبر في حاله الفوز في جميع هذه المباريات يا كابتن؟ طبعا يعني بس خلينا نتكلم بواقعيه اكتر، يعني دي بالنسبه لنا حسابيا دي اول مباراه في الدور الثاني، لسه مباريات كتير جدا جدا جدا، الحسابات لسه معقده، المنافسه لسه كبيره، متغيرات وارد تكون موجوده في اي لحظه، ولكن انك تكسب
كل مبارياتك انك تركز في المرحله مرحله وتاخد منها الاهداف اللي انت عاوزها. مش عاوزين نبص لبعيد، لسه بدري. هدفنا على الدوري، ولكن احنا بنتعامل بمنطق ان نبص تحت رجلينا. دلوقتي عندنا 3-4 مباريات مهمين جدا، مهمين بالنسبه لنا ان احنا نكسبهم وتزود رصيدك من النقاط وتبعد بالصداره. ده الاهم بالنسبه لنا، وبعد كده نشوف الحسابات هتاخدنا لحد فين ان شاء الله. توفيق يا كابتن. شكرا يا امير، شكرا.